سلام الغزالات ديالي، صافا لاباس عليكم؟ على خير، صحتكم لاباس؟ فيديو جديد على قناه نبيله ميكاب، وطولت عليكم الغيبه هاد الايام مؤخرا. صراحه لي ظروف خاصه وكنت شويه مشغوله بزاف يعني. المهم فيديو اللي كانوا معنا قناه تيلي ماروك سجلوا معنا توتوريال ديال ماكياج سواري بور انفيتي ماكياج بروفيسيونيل. تابعوا معنا المراحل. كيف كتشوفوا حنا بدينا كنصايبوا ليها الشعر، درنا لها بروشينغ بوكلي هكا. من بعد ان شاء الله غادي نبداو المراحل ديال الماكياج. خليكم معنا، ما تزابيوش، ما تنساوش لي لايك لي كومونتير زوينين ديالكم، وبارطاجيو لا فيديو مع الناس ديالكم ولي زامي ديالكم محبين للميكاب. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم عندي. معكم نبيله ادريس العمراني، خبيره تجميل. اليوم عندي واحد المكياج اللي هو تيم سواري انفيتي بور انفيتي. خليكم تتابعوا المراحل معايا وشوفوا الخطوات كلهم من الاول حتى الاخر. ديما المكياج ديالي كنبدا بالعينين، على ما نديروا الكونسيلر بالعينين باش كنحيدوا اللون ديال العين، وعندنا الخدمه ديال لي باراكوبيير، ومن بعد نكملوا المراحل. كيف قلت لكم كنت كنسجل مع تيلي ماروك، ولكن انا الفيديو لقيت ان الصوت فيه شويه ديال التخرشيش، ما واضحش مزيان، داكشي علاش فضلت نحيد الصوت. واخا انا كنت كنشرح فيه لي زيتاب ديال الماكياج في لا فيديو، كيف قلت لكم مع القناه ديال تيلي ماروك كان خاصني نشرح ديريكتومون. الوغ دابا الصوت انا بالنسبه للتليفون ما كان شويه ديال التخرشيش، ما صور ما سجلش ليا مزيان الصوت. الوغ نبدا نقول لكم المراحل كيف كتشوفوا. كيف كنديروا لا باز الاولى ضروري كيف عودتكم في الفيديو كاملين. درنا الكونسيلر على العين، خدمنا بلي كولور اللي هما بيش في لو كوان ديال العين، كان استومبيو مزيان. كنديروا الكونسيلر باش كنديروا باش درنا ديك لا كولور دوري اللي هو دي غليتير اللي كيكونوا هكاك لامعين. من بعد صافي درنا تراسينا الحجبان ديالها، درنا الفون دو تان يكون في لا كولور ديال لابو ديالها، كان استومبيو مزيان، كان تابوتو مزيان لو فون دو تان. هذا المكياج هذا اللوك الاول، حيت مازال ان شاء الله جاي فيديو ثاني لهذا المكياج هذا، غادي نبدلوه وغادي نرجعوه مكياج اخر بشكل اخر، يعني نقدروا نرجعوا هذا المكياج مكياج ديال العروس بطريقه اخرى. فتسناو الفيديو اللي تابع هذا ان شاء الله. ودابا كيف كتشوفوا كحلنا العينين من التحت، ما درناش لي فوسيل. علاش؟ خلينا مكياج انفيتي باش في المكياج ديال لا ماريي اللي غادي يكون في الفيديو بروش ديال اللي جاي ان شاء الله مور هذا، غادي يكونوا فيه لي فوسيل، غادي يبان اكثر واكثر واكثر. كيف كنشوفوا كنمشطوا لي فوسيل مزيان باش كنفيكسيون بالماسكارا اللي خاصه بلي فوسيل. كنديروا الكونتورينغ بلا باليت ديال بسام مفتوح، لا بودغ ديال هاد لا باليت اللي انا كتعجبني وكنحماق عليها، هي خاصه غير بالعريصات، كنديرهم تقريبا غير العريصات لانها كدور لا دوري كامله ديال لا سواري. ما حتاش ندير الكونتورينغ بلا كريم ولا بودغ او ميم طون، هادي كافيه حيت كاليتي زوينه صراحه، فريمون كنحماق عليها. كيف كتشوفوا كنديروا لي زون اللي هما بغيناهم يتكروزاو، نضيقوهم نصغروهم، ومن بعد كنعطيو لي كلا في لي زون اللي هما بغينا يبانو اكثر ويظهروا اكثر. دابا كنخلطوا لي فاراجو بيش وشويه اللي هو لا كولور يعني فونسي على البيش، كنخلطوا بيناتهم كان باش كيعطينا واحد لا كولور زويونه كيف كتشوفوا. صافي ابري كنعاود نديروا الهايلايتر في لي زون اللي هما كنبغيو الاضاءه ويبانو فيهم ليكليراج كتير مع الكاميرا مع لي فوتو. كيف كتعرفوا لا ماريي او لارتيست لي فوتو الكاميرا كيبان داك الهايلايتر مع الكونتوري كيبان لي فوتو كيطلعوا فنين. كنعطيو الاضاءه كيفاش كتشوفوا. نتمنى يعجبكم هذا المكياج، وما تنساوناش بلي لايك لي كومونتير ديالكم، وبارطاجيو بارطاجيو لو ماكسيموم يعني بالبارطاج باش كتساعدوني ان القناه ديالي تزيد تكبر ونديروا عائله زوينه وعائله اللي نكبروها بشويه بشويه ان شاء الله.
فتشجيعاتكم مي كتبارطاجيو ملي كتعاونونا حتى نتوما بلي كومونتير زوينين وكتحفزونا كنزيدو نعطيوكم اكثر واكثر واكثر، حيت حنا راه حنا يعني بشر كان بعض المرات كيجينا بحال يعني كنفشلو، والله فريمون زعما كنفشلو كنعطيو بزاف مما كنلقاوش يعني الناس متفاعله معاك صافي كتفشل، مي عاوتاني كنرجعوا لي سبوار ديالنا وعاوتاني كنعاودوا نخدموا باش نبقاو ديما الناس اللي متابعينا نكونوا معاهم اجور. فكيف كتشوفوا كنعطيو لك ليك لا في هذه البلاصه ديال العين في دمعه العين، كتعطي اضاءه زوينه تماك. من بعد كنتراسيو الفوم ديال الموديل بتراسور ديال هدى بيوتي اللي غيناسب لا كولور ديال لي زيو ديالها. عاد من بعد ان شاء الله غنديروا لها الغوج على ليف او لو غلوس. كيف كتشوفوا ضروري هاد الكونتورينغ اللي كنديروا للفم اللي كيعطينا حتى هو واحد الشكل ملي كنديروا فوق منه الكلوس او غوج على ليف كيعطي واحد الشكل زوين. ودابا الفيكساتور كي كتشوفوا اللي هو ضروري الفيكساتور ابري الماكياج، ونخليكم مع لي فوتو. خليك لي ليا ثاني ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي ليا ثاني ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي.